النهاردة اليوم الثالث لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، والتقاه النهاردة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. ومن خلال اللقاء رئيس الوزراء أكد على عمق العلاقات التاريخية اللي بتربط ما بين البلدين والشعبين، واللي بتسودها مشاعر الود والأخوة. أما ولي العهد السعودي فمن ناحيته أعرب عن تقديره للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأكد كمان على أن المملكة بتدعم مصر في حربها ضد الإرهاب اللي بتخوضها نيابة عن المنطقة كلها.